الآن هنحاول نتحكم بأي عنصر على الستيج عن طريق الكيبورد. احنا خدنا سابقا كيف نتحكم فيها عن طريق الماوس. طيب الآن ما دام عندي انا اتحكم فيها عن طريق الكيبورد، لازم انا هضغط على الأزرار. لما اضغط على الأزرار لازم يكون ستيج هي اللي مبينة عندي. بمعنى صح، لما اعمل كنت قبل اعمل كنترول انتر، كنت اجي انا بتحكم بالعنصر عن طريق الماوس. طب ليش ما كانش في ذكرنا قصه الستيج؟ لانه اصلا العنصر هو وين؟ على الستيج. فلما اضغط عليه اكني بضغط على الستيج نفسه، فبالتالي ما كنتش بعرف الستيج لانه هي باي ديفولت كانت معرفه. ولكن لما نيجي نشتغل على الكيبورد، احنا كيف هنعرف انه هذه هي الستيج الموجوده عندنا؟ فلازم اعرفها ولازم اضيف لها احداث. تعالوا نشوف الان، بنعرفها هذه اللاير اسم اكشن سكريبت وبنسكرها. بنعمل لاير جديده لاي عنصر بدي اياه على الستيج. بدي اجي هان خلينا نعمل امبورت لاي عنصر. في عندنا فايل امبورت، امبورت تو ستيج. في عندنا اي صوره لا عندنا صورة لكرتون. الآن بنضغط على الصورة ونصغر حجمها. الآن بحولها لسيمبول، كليك يمين convert to symbol، بسميه أي اسم هان، بحط registration mode في النص وأعمل أوكي. الآن أنا بهمني الاسم على الستيج، الاسم هو الانستانس نيم اللي على الستيج، بسميه سونيك underscore MC لأنه موف كليب. طيب الآن بروح على لاير الاكشن سكريبت، اعمل كليك يمين اكشن. الان انا خلينا نغير نوع الخط، حجم الخط. الان انا ما دام انا هشتغل على الكيبورد، يعني انا لازمني اعرف الستيج. بكتب ستيج، هي كلمه ستيج معرفه عندي في البرنامج او في لغه الاكشن سكريبت بأس سمول، يعني كلها سمول. في عندنا اس كابيتال، هذه عباره عن كلاس مش نحتاج الان وانا بنشتغل عليها. في عندي الاس سمول الستيج، هي تعرفت لون ازرق يعني تعرفت. لان الستيج هذه بدي اضيف لها داله انتظار، داله انتظار هذه مرتبطه بالكيبورد. فكيف اضيف داله انتظار؟ دوت اد ايفنت لسنر. ايفنت لسنر مرتبطه بالكيبورد. احنا كنا سابقا لما كنا بنحكي حدث ماوس، حكينا ماوس ايفنت، حدث كيبورد، كيبورد ايفنت. بس كيبورد اولها كابيتال. ايفنت لانه كتبناها خاطئ فما ظهرتش عندنا، فلما اضغط ان هي صارت ايش؟ معرفة عندنا باللون الازرق. طيب احنا لما كنا بنشتغل على الماوس كان عندنا احداث الماوس كثيره. ايه هي؟ كان عندنا رول اوفر، وعندنا رول اوت، وعندنا كليك، وعندنا ماوس اوفر وماوس اوت، وعندنا دبل كليك، وشغلات احداث كثيره للماوس. ولكن الكيبورد له حدثين، هو يا كي داون يعني لما نضغط على الزر، يا كي اب لما نرفع ايدينا من على الزر فقط. يعني ما بنقدرش نتحكم اكثر من هيك في الكيبورد. هي يا اما نضغط على زر من ازرار الكيبورد، يا اما نشيل ايدينا من على الزر من ازرار الكيبورد. فهي يا اما عندنا كي داون، احنا حكينا بعد الدوت هان زي ماوس كله كابيتال، كي اندرسكور داون. الان عندي كي داون كلها كابيتال، هيو داني لون ازرق. يعني هيو يعني بمعنى صح انه الستيج منتظره مني حدث من الكيبورد، وحدث من الكيبورد هو عباره عن ضغط الزر. طيب لو ضغط الزر هذا ايش بده يصير؟ بده ينفذ لي داله
فسمي الدالة عندي بريست، يعني انضغط الزر وبعمل بسكر قوس وبعمل فصلة منقوطة. الآن بريست هذه عبارة عن دالة، طب هي دالة موجودة عندي؟ لا، محتاج اني اعرفها. function، احنا حكينا الدالة عبارة عن حاوية بنوضع فيها كل الأوامر، ولما نستدعيها بتنفذ لي كل الأوامر اللي بين القوسين المتعرجين مرة واحدة. فبكتبها انا عشان ما اتلخبطش، بنسخ الاسم زي ما هو، كوبي كنترول في، لانه لازم الاسم يكون نفسه هو هو. طيب الان عندي مدخلاتها، حكينا احنا بنبدا باسم مستعار اللي هو الاي مدخل، لانه الان هو الحدث هيكون من الكيبورد، فلازم يكون حدث المدخل يكون من الكيبورد، فبعمل بعرف له المدخلات له واكتب كيبورد ايفنت. هاي بنسخها من هان، فيش مشكله. كوبي كنترول في وبسكر القوس، بفتح قوس متعرج واعمل انتر. الان لما اضغط انا زر الكيبورد، اي زر من الكيبورد هينفذ لي الفانكشن هي بريست، هيقول لي والله اي شيء موجود فيها يتنفذ. خلينا نعمل تريس ونشوف كيف. تريس انا اعمل كنترول انتر. الان لو ضغطنا على اي زر مسافه هيقول لي بريست، لو ضغطت على اي مسافه بريست، اي حرف اخر، اي ضغط عندي ببين لي انه ايش، انه هو انضغط. طيب الان طب احنا عندي في الكيبورد ازرار متنوعه، طب كيف بدي اعرف انا الزر هذا اللي انضغط هو نفسه اللي انا بدي اياه؟ يعني الاسهم عندي يمين وفوق وتحت ويسار، كيف اعرف انه افرق بيناتهم؟ الكيبورد الان هو بيستخدم لما يجي يتعامل مع برامج الفلاش بيستخدم الازرار هذه عباره عن ارقام، بمعنى صح يعني هو الزر الايمن بيعتبره رقم 39، الزر الايسر بيعتبره رقم 37، فهو لما يجي يتعامل معهم هيتعامل معهم بارقام. طب كيف نعرف احنا الارقام هذه او كيف نتعامل معها؟ حكى لنا في التريس هذه عندي خاصيه اسمها كي كود. الكي كود هي بتعمل لي تجلب لي الكي كود، خاصية الكي كود تجلب لي رقم الزر او الزر نفسه بتحوله لرقم عشان اعرف اتعامل معه. طب ما ليش خاصية ما صارش لونها ازرق؟ لانه هي عبارة عن خاصية لازم دوت قبلها، ما دام هي خاصية لازم يكون في دوت قبلها لانه هي خاصية لشيء معين. طب احنا بنتعامل مع الكيبورد عن طريق مدخلات او الاسم المستعار اي، فبضغط هان بقول له لما تضغط اي اديني الكود تبعه واعمل كنترول انتر. الان لو ضغطت زر السهم الايمن بديني 39، لو ضغطت الزر الايسر بديني 37، لو ضغطت الزر الاعلى بديني 38، لو ضغطت الزر الاسفل بديني 40، لو ضغطت مسافه بديني 32. هو الان كله متعارف عليه الا بعض الازرار مثل انتر وشيفت، لا شيفت 16، كنترول ايش 17، هو الانتر والالت والاسكيب والفانكشن كيز، هما الاف 1 والاف 2 والشغلات هذه. وفي بعض الازرار اخرى هي ما بتلزمناش لانه هي بتكون متعارف عليها داخل البرنامج، يعني الانتر معروفه داخل البرنامج بكلمه انتر والها خصائص اخرى نتعرف يعني عليها بعد لاحقا ان شاء الله. طيب يعني لما اضغط على الزر الايمن بديني 39، يعني هو الزر الايمن باعتباره رقم في البرنامج اللي هو 39. فلما انا بدي انا اتحكم في الزر الايمن، تعالوا نشوف كيف. باجي هان بفتح الكود، طبعا بحكي له انت لما او عندما يتم ضغط الزر اللي هو رقم او هو رقمه 39 نفذ لي او اتجه الى اليمين او تريس او اي شيء اخر. طب احنا كيف بدنا نعرف انه هو هينضغط بس السهم الايمن؟ حكينا في عنا امر اللي هو اف عبارة عن لو، بمعنى صح لو انضغط او لو تساوى الكود اللي جاي مع 39 نفذ لي الكود معين. خلينا نشوف، بعمل اف معناها لو، حكينا لو كان الكي كود نش الفاصلة والنقطة، لو كان الكي كود يساوي 39
بسكر الجوز بفتح جوز متعرش نفذ لي الامر معين. احنا حكينا ايش معنى يساوي هان فحص للمساواة، يعني هو الجهة اليمنى هل تساوي الجهة اليسرى، يعني هو 39، هل القادم من الكيبورد رقم القادم من الكيبورد تساوي 39؟ اذا تساوى هينفذني ما بين الاقواس، اذا لم يتساوي مش هينفذ، لانه احنا عارفين اف هي بتاخذ اذا كان الشرط هذا ترو يعني صحيح هينفذني ما بين الاقواس، اذا كان خاطئ مش هينفذ ما بين الاقواس. طيب خلينا نرجع كمان لعندي على ستيج سونيك، باجي اكتب هان سونيك اندرسكور ام سي سونيك اندرسكور ام سي دوت، بدي ادي خاصيه الاكس انه يروح في اتجاه الاكس ماشي، يساوي 5 فاصلة نقطة. هنا انا بعمل كنترول انتر بضغط على الزر او على السهم الايمن. احنا حكينا الان في مشكله انه انا ما اروح على فيو رولرز المسطره، انه انا قلت له لما انت اضغط عليك الزر ينتقل لاكس 5، هاي الاكس من 0 ل 550، فهو بروح على ايش؟ 5، هاي 5 موجوده هان. فبعمل كنترول انتر اضغط على الزر الايمن، لو ضغط على مسافه مش هيعمل شيء لانه خلص عرف انه هذا تحدد بالزر الايمن اللي هو ايش؟ 39. لو ضغط على الزر الايمن هيروح على اتجاه اتجاه ال 5 الاكس يساوي 5 بكسل. طب الان بدي انا اخليه يروح على الجهه اليمين، يعني يضل يمشي يغير في الاكس. الان حكينا احنا لو بدي عمليه تزايد في الاكس بضع قبل اشاره يساوي موجب. ايش معناها موجب؟ يعني انت كل مره ضيف لي، كل ما اضغط عليه يضيف لي 5 على بعده الاصلي. هو بعده الاصلي الان قديش؟ نضغط هان هي بحكي الاكس هو عباره عن ايش؟ خلينا نضعها 300، هي 300 الان هو وين في الاكس؟ 300. لما اضغط عليه اول ضغط على اي زر هان هيروح ل 305، واضغط كمان ضغط هيروح ل 310 وهكذا. لما كنترول انتر هيو 305 310 315 320 وضلوا زي هيك ماشي لما استمر في الضغط. طيب هذا الجهه اليمنى، طب كيف بدي اخليه يمشي في الجهه اليسرى؟ ولا شيء، نفس الشيء. احنا عارفين من الفحص السابق انه الزر الايمن لما فحصنا الكي كود عن طريق التريس اداني عن ضغط الزر الايمن اداني 39، طبعا عن ضغط الزر الايسر اداني 37. فانا بنسخها زي ما هي كوبي وباجي هان كنترول اف، خرجت انا برا الاف، ولكن انا ضايل دخل الفانكشن لانه هيتنفذ داخل الفانكشن. فبحط هنا بدل 139 37، وبدل ما احط موجب ناقص عشان يروح في الاتجاه العكسي. هو الان موضوع 300، فلما انقص منه انقص من ال 305 بتصير ايش؟ 295. انا اضغط كمان ضغطه 290 وهكذا، فهو بيروح في الاتجاه ايش؟ الايسر. كنترول انتر هيو الاتجاه الايمن، راح لما ضغط على السهم الايمن هيو راح في الاتجاه الايمن، لما ضغط على الزر الايسر راح في الاتجاه الايسر. طيب انا ممتاز. احنا الان بس احنا نحاول نخليه يقلب شخصيته نفسها، يعني هو الان لما اعمل كنترول انتر هو الان راح في الاتجاه اليمين، هي الشخصيه اصلا موجهه في الاتجاه الايمن ففيش مشكله، ولكن لما اجي في الاتجاه الايسر الشخصيه في عكس الاتجاه اللي هو المفروض يمشي عليه. طب كيف اسوي هذه؟ حكينا ولا شيء فيش مشكله، بدخل جوا لان انا هيني برا العنصر اللي على الستيج السيمبول اللي هو سونيك اندرسكور ام سي، بدخل داخله لان ايش عندي في داخله؟ في عندي فريم واحد اللي هو ايش؟ صوره العنصر. بروح اعمل على الفريم اللي جنبه كليك يمين انسرت كي فريم. الان في عندي شخصيتين او صورتين، واحده في الفريم واحد واحده في الفريم رقم 2. باجي على الفريم رقم 2 بعمل كليك يمين موديفاي ترانسفورم فليب هوريزونتال. الان صرت في الاتجاه المعاكس، يعني انا عندي في الفريم الاول في الاتجاه الايمن، فريم الثاني في الاتجاه الايسر. طيب لما اعمل كنترول انتر بلاقي الصوره على هوا انه التكرار في الفلاش، هيروح على الفريم الاول واحد بعدين اثنين بعدين واحد بعدين اثنين وهكذا. فاحنا بدناش زي هيك، احنا بدي اوقفه انا عند الفريم الاول وبعدين بنتغير. كيف هنوقفه؟ عن طريق كود ستوب او داله ستوب. داله ستوب هي عباره عن ايقاف داخل الفريم، يعني هو هيضل متوقف عند فريم رقم واحد مش هينتقل للفريم رقم اثنين الا لما انا اقول له انتقل.
لما اعمل كنترول انتر هيضل ثابت في الفريم. طب انا كيف بدي اقول له انتقل على فريم رقم 2 عندما نضغط على الزر الايسر؟ احنا حكينا سابقا، الان خلينا نطلع برا العنصر، انا على الستيج الاصلي الان، انا قبل شوي كنت داخل العنصر اللي على الستيج، الان طلعت على الستيج نفسها، بروح على الكود تبعنا فجأة. احنا الجهه اليمنى انا بدي اياه يكون في الفريم رقم 1، ولما اضغط على الجهه اليسرى بدي اياه يروح على الفريم رقم 2 ويتوقف. كيف بدنا ناخذها هذه؟ احنا اخذنا امر السابق اسمه جو تو، خلينا عشان الترتيب خلينا ناخذه بعد التحريك. في اخذنا سابقا جو تو اند ستوب، اخذنا هذه الداله او هذا الكود اللي هو هيروح ويتوقف عند الفريم اللي انا بدي اياه، الفريم رقم 2 رقم 1، فهو الاتجاه الايمن هو الفريم رقم 1. طيب الان هو هيتوجه على الفريم رقم 1 صحيح، بس الفريم رقم 1 اللي هيتعامل معه على السج نفسه. طب انا بدي الفريم اللي داخل سونيك نفسه، فلما انا بدي كيف بدي استدعيها؟ انه هذه بروح اكتب له والله سونيك، بنادي على سونيك اندرسكور ام سي، بحكي له انا بدي الفريم اللي جواك او الفريم اللي خاصتك داخلك انت، فبدي له نقطه بقول له هي سونيك انا بدي اروح على الفريم رقم 1 اللي جواك. طيب بروح انا كيف بدي اخليه يروح على الفريم رقم 2 عند الضغط على الايسر؟ بنسخها زي ما هي كوبي واجهان كنترول في، بدل ما يروح على الفريم رقم 1 يروح على الفريم رقم 2، واعمل كنترول انتر. يعني لما اضغط على الجهه اليمنى هيضل ماشي على الجهه اليمنى، لما اضغط على الجهه اليسرى هيضل ايش؟ ماشي على الجهه اليسرى. لان احنا عارفين انه سونيك نفسه هو عباره عن ايش؟ كان هو عباره عن روتيشن بلف، يعني لما يجي يجمع الدهب في اللعبه نفسها هو عباره عن بصير زي كوره ويصير ايش؟ يلف. طب كيف بدنا نعملها هذه الان؟ خلينا نعمل اللفه بعدين نشوف كيف هيعمل زي الكوره. باجي على ضغط الجزء الايمن بعمل له انتر وبكتب سونيك نفسه بناديه، بس ادعيه هو نفسه سونيك اندرسكور ام سي، قلت عندي خاصية روتيشن. الان بدي اياه دائما يلف، قلنا نعمل موجب يساوي 5 واعمل فاصلة منقوطة. خلينا نجربها في الاول كنترول انتر، انا الان في الجهة الايسر هيو بلف. طب انا بدي اياه يلف اسرع من هيك، بدل ما هي 5 بحط 20 كنترول انتر. اها الان في مشكله، هي المشكله الان انا بدي اياه يلف حوالين المحور نفسه. الان سونيك الان سونيك هو بلف، مفروض يلف حوالين المحور نفسه، فلما خلينا نشوفها، انا ممكن اخليه يلف حوالين المحور نفسه. خلينا نشوف نعمل كنترول انتر في الاول، انا هو ما بلفش حوالين المحور نفسه، بلف حوالين، نرجع للاول، او خلينا نعملها الجهه اليسرى كمان بالمره ونشوف كيف آلية اللف، الديناميكية اللف تبعته. هي كنترول سي كنترول في بس بالماينس، واعمل كنترول انتر. انا هو بلف في الجهه اليمنى، خلينا نكترها بدل ما هي 20 خليها نشوف كيف، وهان روتيشن 90 واعمل كنترول انتر. هي بلف الان، بس هو عشان احنا الاكس مكترينه، خلينا ناخذ له 1، سوري مش الاكس، انا عملت الهاند، سوري هان 90 وهان الاكس 5، خلينا هي 1 وهان 1 هيو زي ما هو بلف. هو اصلا سونيك في اللعبه نفسها بلف، خلينا بس نزودها بدل ما هي 1 قليله 1 كثير، خلينا نحطها 3، هذه 3 كنترول انت الان هيو بصير دوران هيو في الجهه هذا وفي الجهه الايسر زي ما هو في اللعبه نفسها. طيب انا الان لما اضغط هيك سونيك بتوقف وهو ايش؟ مش في الاتجاه الصحيح، مش على رجليه يعني. طب كيف بدنا نخليه على رجليه يتوقف؟
انه لما اضغط زي هيك يخليه يرجع تاني لطبيعته انه رجليها تيجي في الارض. الان لما احنا نخليه بنسخ، احنا الان هو لما منيش بيمشي على كي داون، طب انا لما بدي يرجع طبيعته بروح لما اشيل ايدي يعني كي اب هيرجع طبيعته، فبنسخ هذه كلهيتها فانكشن، بعمل كوبي، بعمل انتر كنترول في، بدل ما هي كي داون كي اب، كي اب بدل ما هي بريست ان بريست، يعني ايش مش مضغوط ان بريست، ايوه نيجي نغير نفس الاسم هان ان بريست، سوري باجي هان القوس هذا مش مسكر، فانا بعمل امام انتر لحاله بسكرها. طيب انا بدي اياه لما اعمل ريليز يعني لما اشيل ايدي او لما اعمل ان بريست يعني غير مضغوط بدي يرجع طبيعته اللي هو ايش انه سونيك نفسها سونيك دوت روتيشن روتيشن. الان بديش اياه يدور، انا بدي يرجع طبيعته يعني هو بدي يرجع للزاويه صفر، يعني هو كان لما انا بعمل روتيشن باضافي هو يصير ايش صفر بعدين 90 بعدين 180 وهكذا وهيضل يلف، انا بدي يرجع لطبيعته الاصليه اللي هي ايش روتيشن صفر، يعني بكون زاويته صفر هيكون هو في اتجاه القائم بالمعنى صح. لما اعمل كنترول انتر الان في مشكله، الان بحكي لي هان في عندي سونيك، احنا سونيك هان هو سونيك اندرسكور ام سي وليس سونيك لحاله. لما اعمل كنترول انتر يعني الان لما اضلني ضغط بلف، الاول ما اسيب ايدي برجع لطبيعته اللي هي قائمه، فلما اضغط يمين زي برضه نفس الشيء لما اجي اعمل ريليز بضله ايش على رجله قائمه. طب الان بدي انا يضل يقفز بعدين يرجع لطبيعته تاني، كيف انا يقفز الان؟ لما اضغط على الزر خليه يقفز يضل قافز، ولما اعمل ريليز او انبرست يرجع تاني لطبيعته. الان انا لما اعمل اب لما اعمل كي داون بدي يطلع على اي زر فيش مشكله، خلينا نتحكم في زر معين فيش مشكله، باخذ اف. احنا حكينا الاب عندي كان الرايت كان 39 الليفت كان 37 الاب كان 38 الداون كان 40، فبعمل كنترول سي باجي هان بعمل كنترول في، بدل ما هي 37 اخليها 38، لازم اسكر الجوز هي تسكيرته لازم اسكرها الان هي تسكر لحاله. بحكي لما يضغط اب لما يضغط اب يضله يقفز، ولما اعمل ان بريست او ريليز يرجع طبيعي تاني، فبقول له هاي سونيك اندرسكور ام سي دوت. الاب هو عباره عن احداث الواي طبعا، والافق هو عباره عن احداث الاكس، فاحنا الان هنعمل احداث الواي، واي سمول هان وليس كابيتال، واكس هان سمول وليس كابيتال، يساوي نحكي 200 واعمل كنترول انتر. الان لما اضغط اب هي بطلع اب، بس انا لما بدي اشيل ايدي المفروض يرجع لطبيعته تاني اللي هي ايش بنسخها زي ما هي سونيك كوبي واجي هان كنترول في، بس الواي انا مقدرش مش عارفها انا الواي، باجي هان بمسك زي هيك بحدد له الواي 300 او شيء معين، انا خليها ممكن اخليها 320 واقول له والله هان لما تكون ارجع للكود تاني ارجع على 320، لانه هو الان لما ينضغط هيروح على 200 ولما اعمل ريليز او انبرست هيرجع ل 320. كنترول انتر هيضغط ارتفع، اول ما اسيب ايدي برجع تاني